أنا العبد الفقير إلى الله، عبد الله بن محمد بن الصديق. هو الولي ابن الولي ابن الولي ابن الولي. كل المقدمات والمفارقات تؤكد على العلاقة بينهما، ففيها من الأسرار والتفاصيل ما لا يعد ولا يحصى. فسطر مضيء في كتابه دليل على مكانته ورجاحة عقله، وخطابات بينهما تؤكد على موسوعية معرفته واتساع علمه. وفي تقريبا سنة 85، يعني بعد 5 سنوات من معرفتي به، كان يقول لي: إذا التبس عليكم أمر وأنا مسافر اسألوا الشيخ علي، يقصد الدكتور علي جمعة.